السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. ان شاء الله جيت نصاوب معكم واحد الفغريت يجي غزال وساهل ومتقل ولا تيتقب وكيجي مخرج. عندنا في المقادير الخميرة معجونة، من الاحسن تكون معجونة مش ديك حبيبات. معلقة كبيرة، معلقة الملحة، الملح راه على حسب الذوق. انا كندير فيه لافاني كيجي بنين، ديك الباكيه ديال اللافاني، واللي ما بغاش يدير كله على حسب الذوق، ولكن صدقوني راه كيجي لذيذ بديك نسمه لافاني. وهذا بغرير راه تيجي مضمون زعما 100% تيتخرج. كندير الماء كيذوب ديك الخميره المعجونه، كنحركها مزيان حتى تذوب. ديك الزلافه باش كنعبر المكونات كنعبر بها حتى الماء. صافي كنبقى كنحرك ديك الخميره حتى تذوب ليا. انتما كما قلت لكم حتى تيذوب ديك الخميره، ملي كتذوب كنبدا نزيد الزليف ديال الماء. انا هنا كندير 4 ديال الزليف ديال الماء. والسميده كما تتعرفوا راه كاين اللي تتشرب كاين اللي ما تتشربش. انا درت 4 الزليف الماء دافي. صافي كنزيد فيها المكونات، السميده رقيقه زوينه زعما تكون زوينه من نوع مزيان. هنا عندي جوج زليف ديال السميده رقيقه وزليفه ديال الفورص. صافي كنحركو مزيان. وعندي هنايا راه جوج باكيه ديال الخميره الحلوه، ولكن صدقوني راه تيجي غزال وزعما مضمون مجرب. وكما كنقول لكم دائما راه الحاجه المجربه هي اللي كنخدم معكم. صافي كندير انا الخميره الحلوه كنديرها من الاول. علاش؟ حيت حتى هي تتخمر، الا درتها حتى الاخر ما كتخمرش. انا كنديرها من الاول مع المكونات كاملين تنخدمها، راه حتى هي تتخمر البغرير حيت حتى هي خميره. صافي كنبقى نخلط ديك المكونات كاملين كنخلطهم مع بعضياتهم، وعاد كنديرهم في مولكس كنطحن كلشي. ديك الساعه كنشوف انا على حسب، الا كانت العجينه عندي خفيفه راه كنخليها حتى كنبغي البغري يكون خفيف ماشي ثقيل. كانت ثقيله كتبان لي ثقيله كنزيد عاوتاني الماء. انتما من بعد ما طحنتو راه هنا زيتو لقيتو شويه ثقيل، شتا كيثقيل. غادي نزيد دابا الماء، غادي نزيد فيه الماء ونعاود نخدمه. صافي بعد ما زدت ديك الزلافه ديال الماء ها نتوما ولا دابا هو هذاك مقاد. صافي دابا ان شاء الله غادي نغطيه نخليه يخمر وان شاء الله نبدا نطيبه. صافي راه ساهل، الا ما درتو هكا في الكوزينه تلقاوه خمر بسهوله كيخمر. صافي انا من بعد بخمر ليا ممكن كما كتشوفوا قدامكم خمر ليا دابا ان شاء الله نبدا نطيبه. ولكن داك لوغو ديال لافاني غير صدقوني راه تيجي لذيذ. ان شاء الله دابا غادي نبدا. بعد ما سخنت ليا المقله انا راه ما تنفزقا ما والو، كنسخن المقله كنبدا نطيب فيها نهائيا ما كنخليها لا تبرد لا والو. صافي كندير جوج مقيلات صغار، انا ديك كنبغي يصغي هو باش كان دغيا تنسربي راسي فيه كياخدليش الوقت بزاف. وهاد القياس اللي درت معاكم تيخرج ليا الا كان مقيلات صغار راه تيخرج ليا ديك شي 36 وحده هكاك. هانتوما كما تتشوفوا انا كنطيبو كيتخرج تيجي غزال وخفيف هكا. يعني كديروا انا كندير العافيه مهيله كيطيب على خاطرو. نتمنى من الله تجربوا وتابوناو معايا، انا كنجيب لكم دائما الجديد. وما تنساوليش من التعاليق، واللي بغيتوها دوها ليا في التعليق ان شاء الله ونقدمها معكم. الوصفات ديالي كلهم مجربين، ما تخافوش زعما تقولوا هذه يمكن تصدق يمكن ما تصدقش، راه حتى كنجرب الوصفه وكنشوفها صدقات معايا عاد كنقدمها لكم.
هانتوما كيما تتشوفوا هو تخرج ليا كله تخرج. هاي واحده اخرى كنطيبها باش كله تيجي هكا مخرج وخفيف كيجي وما تيضرش لان فيه السميد اكثر من الفورص. السميده كما قلت لكم ديك مسمده راه كتكون صفراء وزوينه هي اللي تعزلو باش تخدموا بها. راه كاين اللي كيدير فيه طحين سبيسيال والفورص ولكن انا كنبغي نخدم انا غير بالسميده ولا ديال الزرع كما قدمت معكم. الى رجعتوا للوصفات ديالها تلقاو ديال الزرع. ديال الزرع حتى هو تيجي غزال بنين هذاك اللي سبحان الله ديال الزرع تيجي بنين. انتما كما تشوفوا يتخرج هاي طابت لي الثانيه والثاني صافي وكنبقى مستمره هكا حتى كنساليه. وها هو كما وجد معانا وكما قدمته لكم عسيله وزبيده وبالصحه والراحه.